شارك البريد المصري في مراسم الاحتفال الرسمي بافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بحضور رئيسة جمهورية تنزانيا سامية حسن وعدد من المسؤولين المصريين ورؤساء المؤسسات البريدية بالدول الأفريقية. تأتي دعوة البريد المصري لافتتاح المقر الجديد للاتحاد البريدي الأفريقي الشامل بمدينة أروشا بتنزانيا لتعكس دور البريد المصري البارز والمتميز في أفريقيا. وبهذه المناسبة أهدى البريد المصري صالونا فرعونيا صنع في مصر تم وضعه في قاعة مصر بمبنى اتحاد البريد الأفريقي الشامل.